تعال. أحسن. من أجل الجمارك قادرة على تعبئة شركائها التاريخيين والجدد حول أهداف تنموية واضحة، شعار اعتمدته الجمارك الوطنية هذه السنة وهي تحتفل بالعيد الدولي للجمارك. يمثل الشعار في دلالاته العملية نهجا جديدا في إطار التحديث والعصرنة في ظرف دولي يفرض وعيا بمتطلبات المرحلة. وتواصل الجمارك الوطنية خطواتها الثابتة نحو مواكبة العمل المؤسسي عبر تفعيل أدوارها ودفع عجلة تنمية مداخلها السنوية التي تتعزز عاما بعد عام، مما يعكس محورية الرؤية المعتمدة لدى قطاع الجمارك ويساهم في زيادة الرصيد المالي الوطني، ذلك ما أكده وزير المالية في مضامين خطابه بمناسبة العيد الدولي للجمارك الوطنية لهذا العام. تحتفل بلادنا اليوم الموافق 26 يناير 2024 على غرار الأسرة الجمركية على مستوى العالم باليوم الدولي للجمارك تحت شعار من أجل الجمارك قادرة على تعبئة شركائها التاريخيين والجدد حول أهداف تنموية واضحة. وانتهز هذه الفرصة نعبر عن امتناننا وتقديرنا العميق للأدوار الاقتصادية والجبائية والأمنية للجمارك في بلادنا وعلى مستوى العالم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن وسلامة المجتمع. على المستوى الاقتصادي تعتبر الجمارك حجر الزاوية في تسهيل المبادلات وتحقيق الانفتاح التجاري وتعزيز التعاون الدولي وتقديم المشورة والدعم لمختلف الفاعلين التجاريين في فهم القوانين واللوائح الجمركية، إضافة إلى دورها كرافعة للاستقلال الاقتصادي والاندماج الإقليمي. وفي هذا السياق وتطبيقاً للبرامج رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني تعهداتي المتعلق بترقية التسيير عن قرب وتحقيق العدالة والإنصاف ووضع المواطن في قلب السياسة العمومية، عملنا على تسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز شفافيتها وتقليص أجال المعالجة الجمركية وتسيير محكم للمخاطر واعتماد التقنيات الجديدة والحديثة للمعلومات، كما زودنا مختلف الوحدات بالوسائل والمعدات الكفيلة بمحاربة التهرب والغش التجاري ومنع دخول السلع المحظورة والخطيرة. بهذا السياق وبفعل الاستغلال الجيد للتقنيات الجديدة في إجراءات في الجمركة تحتل الجمارك الوطنية اليوم الصدارة بين جمارك الدول المنطقة التي تستخدم نظام سيدونيا، وذلك حسب تصنيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة
والتنمية، وقد تجلى ذلك من خلال تطوير مزيد من التطبيقات المعلوماتية المهمة ساهمت كثيرا في تحسين مناخ الأعمال في بلادنا. أما في مجال مكافحة التهرب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وقد تمت إدارة آلية فنية جديدة تمثلت في الرفع من مستوى ودقة الرقابة الجمركية الآلية على الوثائق المصاحبة للبضائع واعتماد تقنية تحليل المخاطر والاستباق محاولات التهريب. وتقديرا لهذا الدور وتأكيدا على أهمية منحنا للإدارة العامة للجمارك في الاضافة إلى كافة الوسائل المادية الضرورية العديد من القطع الأرضية على عموم التراب الوطني استجابة لمتطلبات توسيع دائرة النشاط الجمركي الذي يقتضي هذا التوجه الجديد. وعلى سبيل المثال الحصر، تم منح قطاع أرضية في نواكشوط لصالح مكتب التدخل والبحث، ما تم منح قطاع أرضية تواصل من خضم ذلك بناء على مقررات جديدة للمراكز الجمركية في كل من القصيبة بولاية الترازة وشقيق بولاية العصابة وفصالة وعبد البقر بولاية الحوض الشرقي، وكذلك تم منح قطاع أرضية في نوادي بو لصالح الإدارة الجهوية للجمارك. على المستوى الجبائي، مكنت الجهود المبذولة لرفع الإيرادات إلى تحقيق ما يزيد على 301,160,425,480 جنيه، وذلك بفعل تحسن فعالية التفتيش ومحاربة التهريب وتطوير البنية التحتية الجمركية وتطوير المهارات والكفاءات الفردية والجماعية وتتوزع تنويع المصادر، وهو ما يستحق الإشادة والتنويه خاصة في ظل ظرفية دولية خاصة. هنيئا لكم جميعا. ما على المستوى الأمني، فتقوم الجمارك ضباطا وضباط الصف ووكلاء بجهود جبارة في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب والتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية لضمان سلامة المجتمع وحمايته من التهديدات الأمنية المحتملة. سيد المدير العام للجمارك، أيها الضباط وضباط الصف والوكلاء، إنني أحييكم وأهنيكم على ما قمتم به وتقومون به من تضحيات خدمة للوطن والمواطن. أدعوكم إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء والارتقاء بأدائكم إلى أعلى مستويات المهنية والفعالية التي تتطلبها المعايير والممارسات المثلى المعتمدة على المستوى الدولي. وفي الأخير، أسأل الله العلي القدير أن تكون السنة الجديدة سنة خير وازدهار وسعادة على جميع مواطنينا ونجاح وتطور للأسرة الجمركية الوطنية والدولية. ومن خلال استراتيجية شاملة عمل قطاع الجمارك بمختلف مجالات تدخلاته واختصاصاته على رسم معالم هدفها التنسيق المحكم بين مختلف الأدوار، انطلاقا من قاعدة عملية تعزز الثقة في الأدوار الجمركية المتنامية وتفرض في جوانب أخرى أنظمة متكاملة تؤسس لعمل ميداني متكامل. وفي هذا الإطار تنشط مختلف الأجهزة الجمركية وتواكب بعزم وحزم مختلف التطورات، وهي بذلك تدخل بكل قوة مرحلة بعد أخرى كما جاء في تفاصيل كلمة المدير العام للجمارك الوطنية. تخلد الجمارك الوطنية اليوم على غرار مثيلاتها في العالم اليوم الدولي للجمارك لهذه السنة تحت شعار من أجل جمارك قادرة على تعبئة شركائها التاريخيين والجدد حول أهداف تنموية واضحة. ويعكس هذا الشعار بجلاء تطور المهام المسندة إلى جمارك القرن 21 التي من ضمنها خلق شراكة فعلية مع كافة الفاعلين الاقتصاديين تجسيداً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعتبر أحدث أداة لتحقيق التنمية المستدامة. ففي هذا الإطار تعمل إدارتنا العامة على اعتماد نظام المشغل الاقتصادي المعتمد الذي سيخول بعض العاملين في حقل الجمركة الاستفادة من رزمة معتبرة من التسهيلات وتسريع الإجراءات مقابل الامتثال الطوعي للتشريعات الجمركية المعمول بها في بلادنا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الاعتماد سيكون مفتوحاً لكل المتدخلين في المسطرة الإجرائية الجمركية من موردين ومصدرين ووسطاء جمارك ومصرحين وناقلين ممن تتوفر فيهم شروط الشراكة المطلوبة ومعايير الامتثال الطوعي الآن في ذكر، والتي ستعمل الإدارة العامة للجمارك على تحديدها بدقة وموضوعية كاملة
مع وضع آلية فعالة لمتابعة تسييرها حين تتوفر كل الظروف الموضوعية لبدء تشغيل هذا النظام. وفي إطار هذه الرؤية ستعمل الإدارة العامة للجمارك على خلق إطار دائم للتشاور مع كافة شركائها، وستعمل على توسيع دائرة التشاور من خلال خلق شراكات جديدة خدمة لانسيابية الإجراءات الجمركية وشفافيتها، ومساهمة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع تنافسية اقتصادنا الوطني. وسعياً إلى تحقيق هذه الأهداف، تواصل إدارتنا اعتماد التقنيات الجديدة في مسطرتها الإجرائية، حيث طورت مؤخراً العديد من التطبيقات الجديدة أفضت إلى التسيير الآلي للنزاعات الجمركية والإعفاءات ورقابة القيمة الجمركية والدين الضريبي وتسجيل بيانات الشحن والتصريح المفصل لدى الجمارك عن بعد ولا ورقية الوثائق المصاحبة لهذا التصريح إلى آخره. هذا بالإضافة إلى تطبيقات لصالح قطاعات عمومية أخرى يتواصل تشغيلها الآن على أكمل وجه. وتتويجاً لهذه القفزة النوعية، فإن مقاربتنا قد عرفت تطوراً ملفتاً في هذه الآونة الأخيرة. وبالرغم من هذه الإنجازات المشهودة، فإن المردودية الإجمالية لإدارتنا ستبقى ناقصة ما لم نحصل على مركز خاص بالتكوين الجمركي القاعدي منه والمستمر لتلبية حاجيات مختلف الأسلاك في التكوين وتحسين الخبرة. من ناحية أخرى، ساهم هذا التطور في استكمال الإجراءات الفنية المصاحبة لتطبيق اتفاقية الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فقد تمت ملائمة تعريفتنا الجمركية مع التعريفة الخارجية المشتركة، وتعتبر مطابقة المدونة الجمركية الوطنية مع مدونة المجموعة في آخر مراحلها. بالإضافة إلى هذا كله، فإن العمل الفني متقدم تحضيراً لدخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ. وعلى الصعيد الجبائي، فإن المحاصيل الجمركية تواصل منحها التصاعدي الملفت خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت في نهاية دجنبر 2023 إلى 301 مليار و160 مليون و425 ألف 480.46 أوقية قديمة. إن هذه الجهود القيمة تندرج في إطار التجاوب مع التوجه المعلن والفعلي للسلطات العليا لجعل هذا المرفق العمومي يقوم كباقي المرافق العمومية الأخرى بدوره الحيوي على أكمل وجه. وانطلاقا من ذلك التوجه، وبناء على ما يتضمنه من دواعي الاستبشار بالمستقبل الواعي، فإن الجمارك الوطنية عاقدة العزم على مواصلة لعب دورها المنوط بها على أحسن وجه وتقريب الإدارة أكثر من المواطن. أيها الضباط وضباط الصف والوكلاء، ما كان لهذا كله أن يتحقق لولا حرصكم جميعاً على العمل الجاد والتفاني في أدائه بجد وإخلاص ويقظة تامة. وعليه فإنني أهيب بكم جميعاً للرفع من روح التضحية والاستعداد المطلق لكل ما يجب القيام به خدمة لاقتصاد وأمن وسلامة بلدنا، والوقوف بحزم لتأدية مهامكم النبيلة للمساهمة في تحقيق مستقبله الواعد والمشرق بإذن الله. في كل مناسبة جمركية ومع كل إطلالة لعام جديد، يستحق العمل الجمركي تحية إجلال وتقدير، تثمينا لرجال يضحون بالغالي والنفيس دفاعا عن شرف الوطن. وفي هذا المنحى حققت الجمارك الوطنية نجاحات على مختلف الصعد، حيث تحسنت المداخيل وشيدت البنى التحتية الجمركية المناسبة، واستحدثت منظومة سيدونيا الرقمية التي حسنت لا محالة أداء القطاع وهو يشق طريقه نحو التألق والتميز.